يقول سبحانه وتعالى في محكم آياته: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم، أي استمتعوا بنصيبهم وحظهم من الدنيا، كما استمتع الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، أي في المشتبهات وفي اتباع الأهواء. وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. يبين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الذين كانوا من قبلكم أعطاهم الله، كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، ماذا صنعوا؟ فاستمتعوا بخلاقهم، أي بحظهم من الدنيا، فاستمتعوا بهذا الحظ في الدنيا ولم يعملوا فيه بشكر الله سبحانه وتعالى، فكان همهم العاجلة ونسوا الآخرة، فكان مصيرهم النار والعذاب المقيم. وكذلك كل من يعمل بعملهم من هذه الأمة فمصيره مصيرهم، النار هي مولاهم وبئس المصير. وكذلك يبين الله سبحانه وتعالى أن سبب النفاق اتباع الشهوات والشبهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فاتباع الشهوات واتباع ما تشابه سبب في النفاق العملي الذي قد يفضي إلى النفاق الاعتقادي، الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وجمع الله سبحانه وتعالى بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض، لأن فساد الدين إنما يقع بالاعتقاد الباطل وهو اتباع الشبهات أو اتباع المتشابهات، اتباع المتشابهات والتكلم في البدع واتباع الأهواء، ويقع في العمل بخلاف الحق وهو فسق الأعمال واتباع الشهوات. ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى أهل البدع الذين اتبعوا المتشابهات، احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيا عمته دنياه. وقد وصف الله سبحانه وتعالى أئمة المتقين فقال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر تترك الشهوات، وباليقين تدفع الشبهات. فقوله تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم، إشارة إلى اتباع الشهوات وهو داء عضال. وقوله تعالى: وخضتم كالذي خاضوا، إشارة لاتباع المتشابهات وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء. فالمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر أن في هذه الأمة من استمتع بخلاقه، أي بحظه من الدنيا، كما استمتعت الأمة قبلهم، وخاض كالذي خاضوا وذمهم على ذلك وتوعدهم النار. ثم هذا الذي دل عليه الكتاب دلت عليه السنة وأحاديث وقول وأقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج ابن جرير في التفسير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتأخذن كما أخذت الأمم من قبلكم ذراعا بذراع وشبرا بشبر وباعا بباع، حتى لو أن أحدا من أولئك دخل جحر ضب لدخلتموه. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعتم بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فالاستمتاع بالخلاق هو اتباع الشهوات، والخوض هو اتباع المتشابهات. قالوا: يا رسول الله، كما صنعت فارس والروم وأهل الكتاب، قال: فهل الناس إلا هم؟ وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية أنه قال: ما أشبه الليلة بالبارحة، هؤلاء بنو إسرائيل شبهنا بهم،
وذكر ابن عباس يقول لو أن هناك وحي بعد الوحي لنزل فيكم أكثر مما نزل في بني إسرائيل. وأخرج البغوي في تفسيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتا وهديا تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا. نسأل الله السلامة. وأخرج مسلم في التفسير عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه قال المنافقون الذين منكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قلنا وكيف ذلك؟ قال أولئك كانوا يخفون نفاقهم، يعني يخفون النفاق، يخفون الكفر والشرك ويظهرون الإسلام، يصلوا مع المسلمين ويتصدقوا ويعملوا أعمال المسلمين الإسلام الظاهرة. قال وهؤلاء أي النفاق هذه الأيام أعلن الكفر وسموه إسلام، وهذا هو هذه هي الزندقة، أن يعلن الكفر ويقول لك هو ده الإسلام أو يقول عليه مودرن إسلام، يوالي أعداء الملة ويعادي أهل السنة ويقول عليه إسلام، الصلاة أوبشن ويقول عليه إسلام، يوالي ويتعاطف مع أهل الفحش والفحشاء وغيرهم، يقول لك عشان حقوق الإنسان وأشياء أخرى يشيب لها شعر الوليد. هم فعلا كما سموا أنفسهم مودرن إسلام، وليس إسلامهم ليس إسلام محمد بن عبد الله، ولا ملتهم هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بل أتوا ببدعة قاسمة وقالوا الأديان الإبراهيمية، كذبوا بذلك الله سبحانه وتعالى. هذا لازم قولهم تكذيب الله سبحانه وتعالى، لقوله سبحانه وتعالى وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وذا اللسان هجيرهم هذه الأيام الأديان الإبراهيمية، يقصدون بذلك الإسلامي اليهودية والنصرانية والإسلام. لا والله، ويقول هذا الكلام ناس كثير رؤوسهم كبيرة ولكن خاوية من العقول، ليسوا من ذوي الألباب. الدين دين دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. هؤلاء بزعمهم يقولون أن إبراهيم كان يهودي وكان نصراني وكان مسلم، أي هو كان يتبع موسى في بعض اليوم، وبعض اليوم يتبع عيسى، وبعض اليوم يتبع ملته، لأن ملته أصلا ملة الإسلام، إبراهيم ملته ملة الإسلام. المهم لازم قولهم تكذيب الله سبحانه وتعالى، وزعمهم أن إبراهيم كان يتبع موسى مع أن إبراهيم هو أبو الأنبياء، فلازم قولهم كما قلنا تكذيب الله سبحانه وتعالى، وهو كفر صراح قراح. وفي الصحيحين من حديث عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. هذا من التشبه في الدنيا، التكالب على الدنيا كما تكالبوا عليها والتقاتل عليها كما تقاتلوا عليها،